أقرأنا وأقرأهم الله السلام. أمين. ونعم السلام، سلام الدنيا والآخرة. وما أرسل الله هذا النبي الكريم برسالة السلام إلا ليبين أمورا عظيمة قد مرت على الأمم من قبل، وقد مرت في أقوام سابقة لكثرة معصيتهم. إني أقول هذا الكلام في هذه اللحظة والله وقد اقشعر بدني من رأسي إلى أمحص قدمي، وأقسم بالله العلي العظيم وبمن بعثه الله حقا وليس باطنا، ومن بعثه بالحق ألا وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن صلى عليه صلت عليه الملائكة، ومن صلت عليه الملائكة فلا خوفا عليه ولا هو يحزن، أن كل هذا الواقع الذي يقع، وإذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبتا، وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب النشأمة ما أصحاب النشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، إلى آخر هذا المطاف. إلا وهذا كله من غضب الله حسبنا الله ونعم الوكيل ومن سخطه، لأن الله عز وجل لا يريد الاقتتال بين أناس في الحقيقة يشهدون كلهم بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكل يقول الله أكبر، فالقاتل والمقتول منهم إلى النار كما ذكر الله في أحوال هذه الأمور على لسان رسوله الكريم وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. الحل يا أخي، فأصلحوا بين ذويكم وأصلحوا ما بينكم بالحق يا أخي، وبالتي هي أحسن وبالتي هي أقوم، وكونوا أولئك الصالحون لأخطاء ما وقع بينكم من أخطاء، ولا تقيموها حسابا على بعضكم، ولا يحق الحساب إلا مولاه، ولا يحق الحساب إلا لمولاه، ذاك هو الذي يحق عليه أن يحاسب عباده، وفي حساب الله رحمة. واعلم أن ربنا الكريم حينما يحاسب خلقه يغفر له كثير ولا يحاسبه عن كل شيء، هذا كله من فضل الله على عباده ورحمته بهم. فكيف للناس أن تصير تحاسب بعضها البعض إلا إذا كان هناك نوايا وظنون أخرى؟ وكما قال ربنا الكريم: أنا مع عبدي ما ظن عبدي بي، أنا أريد وأنت تريد ولن يكون إلا ما أريد. ومن شر الأمور في الحقيقة حسبنا الله ونعم الوكيل من كل شر عقيم ومن أشرار الدنيا والدين، وحسبنا الله الحي الذي لا يموت، من شر كل حي يموت ومن شرور أنفسنا أولى. ولا تحسبن ربك بغافل عما يفعلون أو عن أولاهم، وإن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أو عن كل أمر في الحقيقة، وهو الذي يعلم ما بذات الصدور وما يدور في رؤوس الناس في الحقيقة. إلا إذا كانوا هؤلاء في الحقيقة صاروا على أمور لا علم لنا بها، وما علمنا إلا ما علمنا الله، وقل ربي زدني علما، وعلم أن فوق كل ذي علم عليم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا أمام هذا الأمر العظيم. وإذا ترجع الأمور ويبقى الأمر لله وحده، إلا إذا كانت نواياهم وظنونهم تصب في مصبات أخرى لا علم لنا بها ولا علاقة لنا بها بالبتة. الحق أقول، إذا رأينا أن هذه الأمور بدأت تحصل في الحقيقة في هذا الزمان وفي هذا المكان وعند هذه المحطة، وقد ذكر رسولنا الكريم أحوالا كثيرة في هذا الزمان بالضبط، منها أمور والله يستحي الإنسان أن يذكرها يا أخي حياء من الله، وإن الله حي يستحي، وإن لم يكن العبد يستحي، ويستحي الله أن يرد عبدا من بابه وإن كان لا ملة له بالبتة، من باب رحمته خالي اليدين صفرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأعوذ بالله من نزغ الشيطان ومن استحواذه على أمور الناس، والناس في غفلة عن أمرها وفي إعراض عن أمر ربها. والله العظيم الحق أقول، يا للعجب، عجبا لما تسمعه الأذان ولما تراه العيان، عجبا لما نقرأه على الصفحات بالأوراق من حروف وأرقام، ويا لغرابة الأمر مما تراه في ساحة الوصال والانفصال، وما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وفصل، مهما صار هذا الأمر وما طال. ورحم الله ذاك الرجل الذي سماه الله بالمسيح، وعودته للعالم محققة لتحد من هذه الأوصاف ومن هذه الأمور التي في الحقيقة لا مكان لها ولا مقام لها يضمها. ألا يقول: مهما طالت ظلمة الليل سيأتي الفجر لتنقشع بنور الصباح، وليحل النور مكان الظلام، ويبقى النور دائما نورا قد انبتق من الظلمة، لتصير في الحقيقة أنواره حتى في الظلمة بذاتها أنوارا عظيمة، تدل لك ما الطريق الصحيح وحيثما تسير إلى مأمنك وإلى مأربك.
العجب العجب يا أخي أن ترى إخوان يشهدان بالله ورسوله ويقرآن كتابا واحدا ويقتتلا في ساحة ويسفك الدماء دماء، وقد جاء هذا الرسول ليحقن الدماء وليس ليسفكها، ومن أحيا نفسا كأنه أحيا الناس جميعا ومن قتل نفسا كأنه قتل الناس جميعا، وهم في غفلة عن هذا الأمر وفي إعراض عن أمر ربهم بكل معصية. هذه تصبح معصية في حياتك أيها الإنسان، وخاصة أنتي والإنسان العربي المسلم، أنت المشار في هذا المجال وفي هذا المسار. حسبنا الله ونعم الوكيل. نرجو الله الرد الجميل، ونرجو الله عز وجل سبحانه وتعالى أن يدركنا برحمته وأن يرى إلينا بعين رحمته وأن يلحقنا بجنده الذي هو مدجج في كونه جندا في الحقيقة بين السماوات والأرض ومن أهل السماوات والأرض ومما نعلم ومما لا نعلم، ولله جنود في السماوات والأرض ولا يعلم جنود ربك إلا هو ولله جنود لا تروها، وأن يجندنا الله عز وجل بالإيمان الحق الذي لا خيانة ولا غدر فيه ولا حب النفس والهوى والدنيا وما فيها غوى، وما غرك بربك الغرور. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم ربنا رد جميل، وصد عنا كيد الشياطين، وإن كيد الشيطان كان ضعيفا. والحق الحق أقول، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم وعدنا بك من شرورهم ومن شرور أنفسنا أولى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والبقية لله تعالى، وصلى الله وسلم على الحبيب وهو خير طبيب لقلوب المؤمنين، لتشفى من هذه العاهات والآفات التي بدأت تظهر في هذه الأيام، ولا هاد إلا من صنع الشيطان. عافانا الله ما حافانا وإياكم، وإلى اللقاء الأكبر.